ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فطار اليوم العاشر هنحضره مع بعض بطريقه سهله جدا جدا وحلوه، وما فيهوش اي لحوم ولا فراخ ولا اي حاجه من مكونات اللحوم. اكلتنا سهله جدا جدا من المطبخ المغربي، اسمها المسمن المعمر، معمر بالخضار. هنعمله حلوه قوي بطريقه سهله، ان شاء الله تعجبكم. لو انت اول مره تاكليه تابعي معايا الفيديو عشان تعرفي طريقته. يلا نبتدي. نيجي بقى للمقادير بتاعتنا. المقادير بتاعتنا سهلة جدا جدا، عبارة عن نص كيلو من الدقيق، ربع كيلو من الدقيق السيمولينا اللي هو دقيق البسبوسة، تمام، من غير اي اضافات خالص خالص، يعني دقيق عادي بتاع البسبوسة. عندنا طبعا ملح، وكمان معلقة من السكر كبيرة، وهنحتاج مية دافية للعجن. هنضيف بقى الدقيق بتاع السيمولينا بتاعنا، انا مش هضيف الكيس كله يعني عشان مش حاطه نص كيلو دقيق بالظبط، دول 3 كوبايات دقيق. هنحتاج الشويه دول من الدقيق، وهوريكم ليه في اخر الفيديو. هنحط رشه من الملح، معلقه من السكر، هنقلب كل المكونات الجافة بتاعتنا بالشكل ده. مش هنحتاج فيه خميرة خالص لانه مش هيخمر معانا، تمام. هنبدأ ان احنا نضيف المية واحدة واحدة كده. بسم الله، وهنبدأ نعجن. طبعا هنشيل دي، نكون غاسلين ايدينا كويس جدا. هنبدأ نعجن العجين بتاعنا بالشكل ده. ودلوقتي ده شكل العجينة بتاعتنا اللي احنا عايزينها، مش لازقة قوي ولا كمان يعني تمام بالشكل ده. لو لازقة معاكي شوية كده، احنا هنحط عليها معلقة من الزيت كده ونحطها بايدينا عليها بالشكل ده. حاولي العجينة ما تكونش لازقة ولا تكون يابسة، يعني عجينة مرحة معاكي وحلوة. طيب دلوقتي هنعمل فيها ايه؟ هنسيبها ترتاح نص ساعة وهنرجع لها تاني. عجينتنا جاهزة، سيبها ترتاح. قال الحشوة بتاعتنا عبارة عن ايه؟ بقدونس، اي خضار متوفر عندك، بقدونس، جزر، كوسه، بصل، فلفل احمر، تمام. الكلام ده كله هنعمله بالمبشره دي. طبعا هنبشره وهنعمله كمان، هناخده على البوتاجاز وهنحط معاه حوالي 4 أو 5 معالق من زيت الزيتون، وهنشوحه كله مع بعض عشان يتبل التتبيله. فيلا بينا نعمل بالمبشره ونرجع لكم على طول. الحمد لله تمت العملية بنجاح وبشرنا كل الخضار اللي موجود عندنا. دلوقتي هنجيب مقلة او طاسة زي ما بنقول عليها، ننزل فيها الكلام ده كله. الخطوة التانية ايه هي؟ هنتبل الخضار بتاعنا، ملح، كمون، فلفل اصفر. حابه تحطي توابل تانية ده يرجع لك، انا مش هحط توابل تانية، انا هكتفي بدول عشان عايزه احس بطعم الخضار. طبعا هنحط زيت زيتون، كتري بقى زيت زيتون بالظبط كده. هناخد الكلام ده كله على النار وهنشوحه لحد ما يستوي معانا، وهنوريكوا شكله في الاخر. يلا بينا. ده شكل الخضار بتاعنا بعد ما تشوح على نار هادية جدا جدا، تمام، حلوة قوي وريحته تحفة. جبنا بقى هنا زبدة سيحناها زي ما انتوا شايفين، وبدأت الكرات بتاعتي ان انا اقسمها كرات متساوية، تمام، وفردتها. هنبدأ بقى ان احنا نعملها مع بعض.
بصوا احنا بنفردها خالص خالص زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. هنبدأ ان احنا نحط عليها سنة بسيطة من الزبدة، وكمان دي اسمه لينا الشوية اللي احنا سيبناهم في الاول خالص، هنرش عليها بسيط كده، وهنجيب الحشوة بتاعتنا. طبعا ما بنكترش الحشوة عشان ما تخرجش من العجينة بتاعتنا، وهنبدأ ان احنا نلم الاطراف بالشكل ده، ونحط زبدة، ونحط كمان دقيق سمولينا عليها بس خفيف جدا، وهنلم كده الاطراف كلها، وهنطبقها على شكل مستطيل او مربع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام، ده بيبقى شكلها. طبعا بنقليها في الطاسة على نار متوسطة، بتدينا شكل حلو جدا وبتبقى معانا تحفة. هعمل معاكم واحدة كمان. بصوا انا بفردها طبعا بالنشابة، بتبقى اسرع من ان انتي بقى تقعدي تفرديها بايديكي. طبعا هي ارتاحت مدة كويسة جدا، فبتبقى سهلة انها تتفرد معاكي قوي. شايفين؟ حتى برضو لو عملتها بايدي فهي بتبقى حلوة قوي، وكمان العجينة حلوة جدا لدرجة ان هي بتقطعش معاكي ولا اي حاجة، زي طريقة الفطير المشلتت بتاعت مصر بالظبط. بس الفرق بين الاتنين ان دي بتعمليها بتحطي دقيق سمولينا وبتحشيها خضار. طبعا في نوع تاني اللي هو المسمن العادي اللي ما بنحشيهوش خالص، ممكن انتي ما تحشيهوش وتاكلي بقى جنبه مربى، جبنة، اي حاجة انتي عايزاها. بنطبق ونحط زبدة ودقيق سمولينا وهكذا لحد ما نخلص كل العجينة بتاعتنا. شايفين طريقتها سهلة جدا، ما بتاخدش منك اي وقت خالص خالص في تحضيرها، وكمان بتبقى حلوة قوي. ده طبعا اللي انا عملته. شايفين؟ هبدأ بقى ان انا احط طاسة على النار وادهنها بمعلقة من الزبدة، واكون موطية النار عليها كده، وهبدأ اقلبها لحد ما ياخد معايا اللون الذهبي الجميل، تطلع معايا مورقة وشكلها حلو جدا جدا. شايفين لونها عامل ازاي؟ تحفة جدا. ودي الكمية بقى بعد ما خلصتها، عايزة اقول لكم يعني حلوة قوي قوي قوي، وكمان بتخلصيها قبل الفطار، يعني متاخدش معاكي وقت. ان شاء الله اتمنى تكون وصفتي بتاعت النهاردة عجبتكم. فلو عجبتكم الوصفة ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. اشوفكم على خير في فيديو جديد، واستنوني في اكلة جديدة. باي باي.